أنا هنزازا، لعبت منتخب سوريا لكرة الطاولة ولعبت نادي المحافظة. أنا بطلة سوريا بجميع الفئات بكرة الطاولة أنا بلشت اللعبة بسبب غيرة من أخي، كان هو أخذ بطل جمهورية، فكان قاعد عم يورجيني الفيديوهات، فانا انه قلت له انه انا كمان بدي يكون انا عندي هالشيء، ولازم يكون عندي اسم مثلي مثلك. فهو شجعني كثير وقال لي انه انزلي وانت رح يكون عندك شيء كثير حلو.